بتوجيهات من محافظ المحافظة اللواء ركن أبو بكر حسين سالم، واستكمالا لخطة صندوق النظافة وتحسين المدينة، تتواصل عملية غرس أشجار الزينة والنخيل بعاصمة المحافظة زنجبار، وستمتد الحملة حتى جعار عاصمة مديرية خنفر. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعده الزميل ردفان حمر. تواصلا لحملة غرس أشجار الزينة والنخيل بعاصمة محافظة أبين زنجبار، وبتوجيهات من محافظ المحافظة اللواء الركن أبو بكر حسين سالم ومتابعة الأمين العام مهدي محمد الحامد، وفي إطار الجهود التي يبذلها صندوق النظافة بمحافظة أبين للارتقاء بعمله ونشاطه في العام الجديد، قام اليوم مدير عام صندوق النظافة والتحسين منصور سالم وادي، ومعه رئيس الهيئة التنفيذية بزنجبار سالم صالح الدغاري أبو الشباب، بغرس أشجار النخيل والزينة في الجزر الواقعة بين الخطوط في كل شوارع مديرية زنجبار، وذلك تواصلا للحملة الجمالية التي دشنها الصندوق في الربع الأخير من العام الفائت 2022، والتي تأتي أيضا ضمن الخطة المدرجة لصندوق النظافة وتحسين المدينة بالمحافظة للعام الميلادي الجديد 2023، والخاصة بتأهيل وتحسين الجولات وحديقة 22 مايو، والمتمثلة بإنارة الشوارع في العاصمة زنجبار. وقال مدير الصندوق منصور وادي إن العمل في حملة تشجير العاصمة لجعلها أجمل باللون الأخضر الجذاب يأتي بتوجيهات مستمرة من المحافظة المحافظة اللواء الركن أبو بكر حسين سالم والأمين العام مهدي الحامد، مؤكدا على استمرارية الحملة حتى تبدو العاصمة زنجبار لوحة خضراء جميلة من المشهد الجمالي الأخضر الذي تلبسه مناطق ومديريات الدلتا. رئيس الهيئة التنفيذية بزنجبار صالح سالم الدغاري أكد على أهمية استمرار الحملة ودعمها لتكون العاصمة جميلة بحلتها الخضراء. كما ولقيت الحملة اهتمام واستحسان مواطنين وقيادات محلية بالعاصمة زنجبار، مشيدين بجهود الأخ المحافظ أبو بكر حسين سالم وبنشاط صندوق النظافة والتحسين بقيادة منصور سالم وادي. وتوجيه محافظ محافظة أبين اللواء أبو بكر حسين ونائب المحافظ الأمين العام على الجهود التي يبذلها في محافظة أبين باتجاه خدمات المواطنين واستهار هذه المدينة. بدأت يعني التدشينات في يعني العاصمة زنجبار، ويعني العمل في حديقة أبين، وكذا يعني تزيين شوارعها بأشجار النخيل والأنارة على قرب يعني شهر رمضان. بدأت الحملة من الشارع الممتد من الجولة الواقعة بجانب الصالة المغلقة شرق العاصمة زنجبار حتى جولة الجحال المؤدية إلى ساحة الشهداء، وستشمل الحملة كل شوارع زنجبار ومدينة جعار عاصمة مديرية خنفر. لقناة عدن الفضائية ردفان عمر، محافظة أبين.